بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب فيكم أعزائي المشاهدين، وحلقتنا اليوم عن مفاتيح النجاح، وتكلمنا أمس عن أول المفاتيح وهو أهم المفاتيح أمانة، وهو مفتاح الدوافع، وراح نكمل بقية المفاتيح بعد هذا الفاصل. ثاني مفتاح للنجاح بعد الدوافع هو مفتاح الطاقة، وقود الحياة. يعني احنا نحتاج إلى طاقة علشان تكون عندنا طاقة حركية، فلازم ناكل ونشرب وننام، وأيضا نحتاج إلى طاقة روحانية وهي اللي تصير في العبادات، وإحنا أيضا نحتاج إلى طاقة فكرية، فبالتالي هذه تعطي لياقة عقلية للإنسان. وهذه الطاقات كوقود مو معناته إذا أنا يعني إذا عندي إعاقة جسدية إن الطاقات الباقية ما أقدر أستغلها. الطاقة يعني وقود، يعني السيارة ما تمشي بدون هذا الوقود. نفس العملية عند الإنسان، هذه واحدة من المفاتيح المهمة علشان أوصل للنجاح في حياتي بدون ما تكون عندي طاقة جسدية أو طاقة فكرية أو طاقة روحانية أو طاقة نفسية، راح تكون عندي عراقيل كثيرة في تحقيق النجاحات في حياتي. فإذن مهم جدا أني أنا أركز على توازن هذه الطاقات عندي علشان أقدر أوصل لأهدافي. ثالث مفاتيح النجاح هي المهارة. شنو يسمونها المهارة؟ يسمونها بستان الحكمة. يعني كل ما كانت عند الإنسان مهارة، وشنو يعني مهارة؟ المهارة أبي أمثلها بالشخص اللي قاعد يستخدم أي جهاز، سيارة كان، موبايل كان، أي جهاز إلكتروني أو جهاز عادي في البيت. عادة عندنا في البيت ناس متخصصين مثلا في استخدام الكمبيوتر، فالنادي فلان تعال شوف الكمبيوتر ايش فيه. عندي ناس متخصصين مثلا في تركيب الإضاءة في البيت وشي، فلان تعال شوف الإضاءة ايش فيها. هذه المهارة يمتلكها فلان. نفس العملية ترى في نجاحاتنا، المهارة واحدة من الأشياء أو الأدوات المهمة أني أنا أستغل فيها حكمتي علشان أقدر أوصل لنجاحي فيما أريد أو فيما أرنو. فبالتالي علشان تكون عندي هذه المهارة لازم تكون عندي ممارسة في تحقيق هذا الهدف أو التخطيط لهذا الهدف اللي أنا أبي. رابع مفتاح من مفاتيح النجاح هو التصور. التصور طبعا إذا بنتكلم عنه كقانون كوني هو موجود وفعال في الكون، إذا بنتكلم عنه في إنه هو مفتاح من مفاتيح النجاح، هو أيضا مهم جدا علشان أوصل لما أريد. شنو هو التصور وشنو اللي قاعد يسويه معاي في تحقيق هذه الأحلام أو الطموحات اللي أنا أبي أسويها؟ التصور يقولون له هو الطريق إلى النجاح. إذا المهندس المعماري يبي يبني أي عمارة أو أي بيت أو حتى وانتزه بدون ما يتصور الشكل ما راح يقدر يخطه على الورق. يعني مثال، حتى مصمم الأزياء إذا هو ما يتصور شكل الفستان ما راح يقدر يصمم هذا الفستان. فإذا التصور هو نقل الخيال إلى المعرفة، يعني شيء كان خيالي فقط في تصور الإنسان فينقل إلى المعرفة إذا كان على ورق أو كان على أي شيء ثاني. فإذا قوة التصور عند الإنسان هو يقدر ينميها وهو يقدر يعطيها حجم كبير فقط لما يمارس هذا التصور بصورة متكررة. وهذه أيضا واحدة من مفاتيح النجاح هو التكرار. يعني أني أنا لما أسوي شغلة أسويها مرة ومرتين وثلاث أربع مرات إلى أن أبرمج على أن إحنا نقدم على هذه الأهداف لتحقيقها، وراح نكمل بقية مفاتيحنا بعد هذا الفاصل. وإحنا لما نقول النجاح يعني نقول أجمل المشاعر، لما نقول النجاح يعني هو تحقيق الطموحات، لما نقول النجاح يعني إحنا نكون قدوة لكل الناس اللي حوالينا، فبالتالي مو بس إحنا اللي نستمتع، حتى اللي حوالينا يستمتعون بنجاحنا. خامس مفاتيح النجاح هو الفعل. ماكو شيء بدون فعل أقدر أسويه. يعني حتى
حتى لو اني انا ابي انصح نصيحة صغيرة بدون ما انا افعل هذه النصيحة ما راح تكون النصيحة مجدية. مثال الاب اللي ينصح اولاده لا تدخنون وهو يدخن سيجارته، ما نفعت نصيحته لاولاده لانه هو اساسا كنصيحة ما فعلها. نفس العملية الشخص اللي هو دائما يوصي درسه واجتهده ونجحه وهو اساسا انسان مهمل حتى كتاب ما يصفح فيه. ما ينفع تكون قدوة لنصيحة أنت أساساً ما قاعد تفعل هذه النصيحة. إذن الفعل واحد من أهم الأدوات أيضاً في أني أوصل لنجاحات متميزة، وقلنا ماكو شيء يصير إلا لما أفعل هذا الموضوع. وهذا له قصة طريفة جداً، بأن في أحد الأشخاص كان قاعد في مسجد يتعبد الله وقال أنا أبي رزقتي تجيني في من خلال هذه العبادة، ودخل واحد يوزع أكل على اللي قاعدين في المسجد وما شافه ولا عطاه أكل يومين 3 أيام. على هذا الحال رابع يوم يا هذا اللي قاعد يصلي تنحنح يعني أحم أحم بس علشان يلفت نظر الشخص اللي يوزع أكل، فياله وعطاه وجبته. شنو المقصد أو المغزى من هذه القصة؟ بأن الإنسان بسعي خفيف وتفعيل للطلب هو هني فعل الشيء اللي هو يبيه، فلفت نظر الشخص ويابله لقمته. المقصد بأن إحنا شنو ما قعدنا فكرنا ابتكارات واختراعات وأشياء جديدة ومبدعة، بدون أنا ما أفعل هذه الأفكار ما أستفيد من هذه الأفكار. الالتزام أيضا إحدى المفاتيح التي تنص عليها مفاتيح النجاح. الالتزام اني انا اكون ملتزم بما اريد تحقيقه، يعني ما اتشتت. والقانون المرتبط بالالتزام هو مفتاح الانضباط، يعني التزم وانضبط في تحقيق هذا الهدف. فبالتالي احنا عشان نلتزم وعلشان ننضبط لازم تكون عندنا المرونة عالية جدا. شلون تكون عندنا المرونة عالية؟ يعني إذا ما صار ما انحبط. مثال أنا عندي هدف ما حققته وسعيت وكانت عندي كل الأدوات والإمكانيات لكن ما وصلت إلى تحقيق هذا الهدف. ترى المرونة ممكن احنا نشبهها بالكرة، شلون لما نقط الكرة تطير لفوق، شلون تكون مرنة ومكان ما نقطها هي تنتقل من مكان إلى مكان. نفس العملية ترى في فكر الإنسان، أحيانا يكون أنا عندي مثلا الهدف ألف وأبي أحققه، لكن بخطواتي والمفاتيح اللي أنا قاعد أستخدمها لنجاحاتي لقيت أن النقطة باء وايد أجمل من ألف أو الهدف باء. لقيت أن الهدف جيم نفس الهدف ألف لكن هو متطور أكثر وممكن ينفعني أكثر. وايد ناس اللي هي تفكر في تحقيق هذه الأهداف تصير عندها أكيد هذه الأشياء. ليش؟ لأن الإنسان خبرته تكبر، الإنسان تجاربه تزيد، فبالتالي لازم يشوف النقطة الأعلى من الألف اللي هي كانت في البداية الهدف الأول. إذا احنا محتاجين إلى الالتزام والانضباط والمرونة أيضا، وهذه كلها من مفاتيح النجاح لتحقيق الأهداف. واحدة أيضا من المفاتيح هي التوقعات، يعني كل ما تفائلنا خير كتوقع راح يصير لنا خير، وكل ما صار العكس راح يصير العكس. فالأفضل لصالحي علشان أسعد بهذه النتائج. وإحنا لما نقول النجاح يعني نقول أجمل المشاعر، لما نقول النجاح يعني هو تحقيق الطموحات، لما نقول النجاح يعني إحنا نكون قدوة كل الناس اللي حوالينا، فبالتالي مو بس احنا اللي نستمتع حتى اللي حوالينا يستمتعون بنجاحنا. واتمنى ان الكل يكون سعيد من خلال هذه الحلقات اللي قاعد نتكلم فيها عن ابواب السعاده لكم وللناس اللي حوالينكم. نلتقي ان شاء الله باكر وحلقه جديده من ابواب السعاده. الى اللقاء.